السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي داير مع رمضان؟ كلشي بخير، الله يغفر لنا بالحمد لله. الحمد لله يغفر لنا ان شاء الله يا ربي. اليوم غنجيكم بفطائر جديده على شكل جديد ان شاء الله. في الفطائر ديال رمضان غنحتاجوا لهاد الفطائر هادو. بالنسبه للعجينه ديالكم غنحتاجوا نص كوب دقيق ما بين خلطو فيه الفرص ودقيق الابيض. غنحتاجوا شويه الخميره على الشكل هذا، معلقه صغيره. غنحتاجوا معلقه صغيره ديال السميده، نحتاجو معلقة صغيرة ديال الملحة، وكاس كبير ديال زيت العنب. نديرو الشكوش ان شاء الله في النار. نديرو الخل هدا هنا بعدا، بسم الله. ندير معلقة صغيرة، سنيدة، هي معلقة ونص صغيرة ديال السنيدة. نحتاجو شوية الملحة، على حسب الذوق. صافي البنات، واحد كاس ديال زيت العود. بسم الله. دابا غادي نعجن العجينة ديالي. البنات عجنت العجينه ديالي، نخليها ترتاح مده ديال 10 دقائق ونرجع لكم ونوريكم الحشوه ديال المقادير. صافي البنات، من بعد ما عجنت العجينه ديالي تخمر، غادي نوريكم الحشوه اللي غندير، الخضر اللي غندير في الفطائر ان شاء الله. الحشوه اللي كنحتاجوا ليها واحد 3 الحبات ديال الكورجيت على القطعين على الشكل هذا، وواحد 4 حبات كبار ديال الفلفله حلوه ما خضراء وحمراء وصفراء، 4 حبات ديال البصله كبار قطعنا على الشكل هذا، شويه زيت الزيتون باش نشحروهم، جزر محكوك على الشكل هذا، والربيع صبر معدنوس. العطريه غنحتاجو شويه المرزيه ديال الدجاج، شويه كنجبير، شويه الملحه، شويه التحميره، شويه الكركم بلدي. يلا البنات غندير الشيء في الحجره في المقله. صافي البنات، بعد ما درنا في المقادير نشحر على الطريقه هذه كتشحر، غنحركو فيه على الطريقه هذه، تشحر لينا مزيان الكرمل ديالنا. حشوه ديال الخضر كتجي رائعه في رمضان. نبدلو شويه العجائن وشويه ديال الشده الزيت المقلي، نضر الخضر رائعه وصار القمينه تاكل كلشي على الشكل هذا. بعد ما تشحر الحشوه هذه غادي نرجع لكم باذن الله. يلا البنات، بعد ما طيبت الحشوه ديالي ها هي، بعد ما طابت على الشكل هذا، غادي وخبزت الكراسه ديال كرصهم على الشكل هذا بحال المسمنات، ها هما على الشكل هذا. صافي دابا غادي نبداو على بركه الله نعمروهم. بسم الله.
كيجيو لذاد وزوينين. هاد رمضان غادي ندير لهم هكا بسم الله. من بعد ناخذ هكا، من بعد ناخذ هكا صافي. كناخذ واحد الحبه ديال الفلفل الاحمر، ندير لهم فلفل كزين هاهي. نعاود نهز الاخرى وندير لها على الشكل هذا الخبز هذا بهذه الطريقه هذا. صافي نحط الحشوة نديرها في الوسط، نرجع نشوف ناخذ الطون نديرو على الشكل هكا هكا. من بعد ناخذ هذا على الشكل صافي. يلا البنات غنبقى على الطريقه هذه حتى نساليهم كاملين ونديرو في الطاوه ونرجع لكم. كرصه الفطائر ديالي محشوه بالحشوه ديال الخضار والطون، كملتهم على الطريقه هذه. ها هما غندخلهم للفران ان شاء الله يطيبوا مده ديال 10 دقائق ان شاء الله على ما النار مهيله شويه، ومن بعد نرجع لكم. صافي البنات من بعد ما طاب الفطائر ديالي هما تيخرجوا على الشكل هذا. نتمنى يعجبوكم ان شاء الله يا ربي، وتكونوا سخونين. صحتكم وراحتكم، رمضان مبارك. ونتمنى ما تنساوش باللايك ديالكم والدعم لهذا القناه ان شاء الله باش تكبر ان شاء الله. ايوا السلام عليكم، نهاركم بروك.